بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم دلوقتي على صوصات بالنسبه للمطبخ. طبعا زي ما احنا عارفين ان المطبخ في الرو ماتيريال كلها في الدنيا واحد، ولكن الصوصات بالنسبه للمطبخ هي قلب ومذاق بالنسبه للصوصات كلها. عندنا الصوصات الموجوده في المطبخ اربع انواع اساسيه، وهي البراون صوص اللي هو الديمي جلاس، يليه التوماتو صوص، يليه الوايت صوص، واخر صوص اللي هو الباتري او الاويلي صوص. بالنسبه للصوصات كلها احنا هنتكلم دلوقتي على انواعها وايه اللي بيطلع منها والتشغيل بتاعها بالنسبه للمطبخ. وطبعا احنا بالنسبه للديميجلاس عشان احنا نعمله في المطبخ ونخليه ستاندر عندنا مشكله ان احنا طبعا عدم توفر العظم، عندنا المساحه التخزينيه بالنسبه للثلاجات، عندنا بعد كده الويستج، عندنا الهايجين، كل ده هنتكلم فيه بتسلسل ليه احنا بنستخدم الديميجلاس بناء على التحديات الموجوده في المطبخ. ان انت تقدر تبتكر بالنسبه للبراون صوص او المطبخ تطلع ابتكارات جديده. الصوص الناس ممكن بتستسهل بيه، ولكن هو اكتر حاجه بتاخد وقت بالنسبه للمطبخ، وبتاخد بتدي مذاق للطعم بالنسبه للاكل، ولكن ده احنا بنقدر نوفره بالنسبه لنا في الكونفينينس برودكت بتاعنا. وطبعا ان احنا عشان نحافظ على ستاندر بالنسبه للصوصات موجوده في المطبخ، بالنسبه خصوصا احنا بنتكلم على الديمي جلاس، ان احنا عندنا طبعا العظم لازم يبقى متوفر، عندنا لازم يبقى في تيم او ستاف بروفيشنال يقدر يتعامل ويعمل الديمي جلاس. طبعا زي ما احنا عارفين ان هو بياخد 12 ساعه على النار، لازم العظم يكون متوفر على طول بشكل دائم طول السنه عشان اقدر يبقى الصوص موجود عندي. المساحه التخزينيه بتاعته لازم بياخد طبعا عندي مساحه في الثلاجه. طبعا عندي بعد ما بخلص ده كله بيبقى عندي ويستج هالك من الديمي جلاس، لو انا ما استخدمتوش النهارده فيفضل، فبعد كده مش هيبقى هايجين، فبالنسبه لي هيبقى ويستج. بناء على التحديات طبعا الموجوده في المطبخ ان انت تعمل ديمي جلاس، طبعا بتواجه التحديات ان انت تقدر تعمل الديمي جلاس ده بشكل مختلف. بناء عليه احنا فكرنا ان احنا نواجه التحديات دي بتوفر المنتج اللي هو الديمي جلاس بتاعنا. دلوقتي يقدر تعمله في 5 دقائق، هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي على الباك كلها بالشكل التالي. دلوقتي الديمي جلاس بتاعنا احنا هنتكلم عليه على مميزاته، بنشتغله ازاي كل ده. من بناء على هنا العلبه وزنها حوالي 800 جرام، عندنا اللتر بياخد 80 جرام، بتاخد طريقه الوقت او التسويه بتاعتها من 3 لـ 5 دقائق. هنشتغلها دلوقتي بطريقه عمليه، ولكن هنتكلم على الابلكيشن او هي بتطلع ايه بالظبط بالنسبه للصوص. طبعا احنا بنعمل منها صوص مشروم، وعندنا بيبر صوص وبوافر، وعندنا اونيون صوص وبوردليز وهاردليز، ويعني ميني ابلكيشن، ومنها الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها في المطبخ اليومي، وهنعمل منها حاجه طبعا النهارده زي الرز الخلطه، وهنشتغلها دلوقتي بالطريقه العمليه مع بعض. دلوقتي احنا هنشتغل بطريقه عمليه، نعمل تحضير على قد لتر ديمي جلاس. طبعا دي العلبه بتاعتنا، احنا بنفتحها بالتالي بيكون فيها فتحه من هنا كده، ما بنفتحهاش من اي حته، بنفتح بالشكل ده، وده شكل الديمي جلاس زي ما احنا شايفين كده من جوه. بنوزن منه 80 جرام، ده ميزان طبعا حساس لان احنا بنشتغل كميه بسيطه، ولكن احنا ممكن نشتغل بمعيار المعلقه. المعلقه عندنا هنا بتاخد من 15 ل 20 جرام، يعني لو قلنا ان احنا عايزين نعمل لتر ممكن ناخد من هنا 4 معالق ونص لـ 5. هنوزن طبعا هنا بالشكل ده كده، احنا وازنين اوريدي هنا 80 جرام منه جاهز. عندنا الميه هنا بتكون فتره دافيه، درجه حراره 40 حوالي، وباجي انزل واحده واحده. اهم حاجه ما تكونش الميه بتغلي عندي عشان ما يخرص ويطلع عندي شغل مش مظبوط، وتكون عندي الميه كده، وابتدي اعلي النار طبعا علشان اشتغل فيها بسرعه شويه. ودرجه التسويه بتاعتها بتاخد من 3 لـ 5 دقائق على النار، بيكون عندي جاهز. دلوقتي احنا عندنا الديمي جلاس جاهز، بقدر اشتغل منه حاجات كتير، او ممكن استخدمه از جريفي، ولكن احنا دلوقتي عشان اتحكم فيه لازم اتحكم في القوام. عشان اتحكم في القوام لازم اربطه، الرابط ده عندي برضو من عندنا اللي هو الرو الرابط، طبعا بربطه على حسب التيست او التاتش بتاعي، ويبقى بالشكل ده كده، دايدريت مجفف، بشتغل بيه بيكون عندي بيغلي، وبتحكم في القوام بتاعه بنسبة الرابط اللي انا بحطها. الرابط اللي هو طبعا السمك بتاعي،
ممكن اخليه تقيل، ممكن اخليه اتقل، ولكن بحاول قدر الاستطاعة ان هو ما يبقاش تقيل قوي علشان هيأثر معايا على النار تاني والتيست بتاعه ما يتغيرش يبقى مالح. فبربطه بالشكل ده كده. طبعا واحنا شغالين مش هيبقى فيه تخريز، اهم حاجة طبعا يكون عندي النار مش عالية قوي. هو كده جاهز عندي البيز ديمي جلاس. طبعا ده الديمي جلاس خلص نهائي. دلوقتي هنشوف احنا دلوقتي ممكن تعمل له انهانس، تظبط الطعم بتاعه بالكريمه، لكن احنا مش هنحط كريمه عشان هنعمل منه ابلكيشن، هنطلع منه صوصات دلوقتي. بس انا عايز اوريكم القوام بتاعه واللون. طبعا ده اللون بتاعه، بقدر اتحكم فيها زي ما احنا شايفين كده. ميزته ان هو بيديني شايني، يبقى بالشكل ده كده. اعرف ازاي ان هو استوى؟ طبعا باجي بظهر المعرقه كده، ببص الاقيها عندي شبرت بالشكل ده كده. كده هو استوى واتعقد ويبقى جاهز على الشغل على طول. دلوقتي اول ابلكيشن هنعمله او اول ايتم هنعمله من الديمي جلاس، هنعمل رز بالخلطه. عندنا طبعا الديمي جلاس اتعمل، بس عكس الاولاني ان احنا ما بنربطهوش، لان ده بيبقى عامل زي البيون، بخففه. بيبقى عندي بالنسبة للديمي جلاس لو انا بحط على نص لتر بحط على لتر، يعني كمثال لو احنا بنقول 80 جرام على اللتر، يبقى 80 جرام ده على 2 لتر لو انا هسقي بيهم الرز عشان الونه واطلع رز خلط. عندي هنا الديمي جلاس جاهز. هنا الحلة طبعا هنديها مادة دهنية من الزيت. وطبعا زبدة خفيف على حسب استخدامي. وباجي احط الرز عندي. طبعا زي ما احنا عارفين الرز بنعايره بالشكل ده كده علشان معيار الميه. طبعا احنا عاملين كميه قليله از تيست. نيجي نحمر. طبعا واحنا شغالين ما بنحتاجش ان احنا نحط ملح الا على حسب الطلب، لان احنا الديمي جلاس فيه نسبه ملح. خلي بالنا من ده قوي. لو انا بحط مكعبات مرقه كنور ممكن احط اطعم بيها، وممكن اشتغل من الديمي جلاس على طول. يبقى عندي بالشكل ده كده. طبعا ده عندي جاهز هسقي منه على طول. احمر الرز الاول كويس جدا عشان طبعا يتفلفل بالشكل ده كده ولوش. طبعا احنا نعاير الديمي جلاس دلوقتي اللي هنسقي بيه رز الخلطه. احنا هنا كنا واخدين حوالي 30 جرام، هناخد بالشكل ده كده عشان يبقى المعيار بتاعنا مظبوط. انا عندي كده الرز اتحمر، باجي انزل عندي الديمي جلاس زي ما احنا شايفين كده. بحاول بسرعه طبعا ان انا اهدي النار، لان زي ما احنا عارفين الرز بيحتاج نار هاديه. بالشكل ده كده. طبعا بوطي النار عليه واسيبه يستوي براحته حوالي بتاع تلت ساعة على النار هادية. ده أول أبليكيشن اللي هو الرز، هنشوفه طبعا بعد ما استوي. دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين كده الرز استوى، هنفلفله كده مع بعض. حاجة بس هنقولها عشان طبعا قبل ما نيجي تفلفل الرز، لو بتديله حتة زبدة على الوش كده عشان تفلفل معانا، يبقى بالشكل ده كده. وابتدي افلفل. طبعا شايفين اللون طبعا والطعم، بدل ما نعمل راس بالنسبه للرز والكلام ده كله، يبقى عندي كده استوى بالشكل ده كده. وعندي رز الخلطه بقى ايه ناقصه بقى شويه كبده ومكسرات، وما اقعدش احرق بصل ولا الكلام ده كله، يبقى بالشكل ده كده. وكده ده عندنا رز
الخلطة من الديمي جلاس. هنعمل اونيون صوص، وهو عبارة طبعا عندنا عن البصل، بنيجي نفرم البصل بالشكل ده كده. طبعا عندنا البصلة لازم تكون فارمة ناعمة، لان طبعا انا بحطها مع طبق مش عايزها تبان قوي. بيكون عندي الحلة سخنة او الكسرولة بتاعتي، ما بحطش فيها الزيت عشان ما يتحرقش ولا الزبدة. بفرم البصلة، يفضل على طول وانا شغال ان انا بفرم الحاجة تبقى فرش عشان تديني طعم بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. باجي ادبل البصلة دي، بدي هنا زيت، بحاول دايما ان انا احمر في زيت الاول وبعد كده احط الزبدة بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده هنا، طبعا لازم يبقى عندي على طول الديمي جلاس عندنا جاهز كده، لان هو الاساس. والبصلاية عندي هنا اول ما بدبلها في الزيت كده بعلي طبعا النار عشان تبقى اسرع، وباجي احط الزبدة دلوقتي علشان احتفظ بالنكهة وطعم الزبدة مع الصوص. هنا ما بسويش البصلة انها تصفر، انا بدبلها بس باخدها سوتيه علشان مش عايزها تستوي قوي لدرجة انها تبقى صفرة وتديني طعم التحمير، تبقى بالشكل ده كده. على قد ما بقدر ما بسويهاش قوي، باجي اخد عليها الصوص اللي هو الديمي جلاس بتاعنا. تغلي غلوة على النار، باجي بعد ما بتغلي بالشكل ده كده بهدي النار عليها شوية علشان اخد الفليفر بتاع الاونيون صوص. ليها طريقتين طبعا، لو انا عايز انهانس الطعم شوية ممكن اديله معلقة كريمة من عندي، مش كتير علشان ما بقاش كريمي قوي، لان الكريمي مع الاونيون بيبقى طعم مختلف شوية، فهحاول انا اخلي الصوص بالشكل ده كده. وهنقدر نشوفه دلوقتي مع بعض طبق. طبعا لو انا القوام عايز اتحكم فيه اكتر من كده، بس هو ده قوام الصوص بالشكل ده كده. بديله نسبة روزة ما احنا عارفين، ويبقى عندي الشكل بالنسبة لي بتاع الصوص او الاونيون صوص كده عندي جاهز. هنبتدي نغرفه علشان نشوف شكله بيبقى عامل ازاي في الطبق بتاعي. ده الاونيون صوص من الديمي جلاس، وده طبعا بقدمه دايما مع اللحوم الحمراء. تالت ابلكيشن او تالت ايتم احنا هنشتغل عليه، هنعمل صوص بوافر او بيبر صوص. بيبقى عبارة عندنا عن فلفل مجروش، بنجروشه طبعا بالمكنة دي بالشكل ده كده. احنا بشرينه، بناخد فص ثوم. قبل ده كله زي ما احنا اتفقين ان احنا عندنا الحلة عندنا تبقى سخنة، نحط نسبة بسيطة زيت، وباجي اخد الثوم بتاعي بالشكل ده كده. طبعا احنا ممكن نهرسه يبقى جاهز، ولكن احنا بناخد حاجة ريحة بسيطة جدا من الثوم، مش نسبة كبيرة دي علشان نطلع الريحة بس. قبل ما تيجي التومة تستوي بنزل الفلفل عشان يتحمصوا مع بعض بالشكل ده كده. بحاول ان انا اعلي على النار بحيث اشمط، دي اشمط بلغة المطبخ طبعا، ان انا اطلع الفليفر بتاع الفلفل والثوم مع بعض. لما بيجي عندي يسخن قوي كده بحاول بقى احط الزبده زي ما احنا متفقين بتبقى بالشكل ده كده. ما بحاولش ان انا اخليها على النار علشان الزبده ما تتحرقش، يدوبك اول ما تهدى بروح نازل عندي الصوص بالشكل ده كده، واسيبها على النار
حوالي دقيقه او على حسب قوه النار عندي. ده كده الرصاص بيبقى سبايسي جدا، بس علشان ان انا برضو اطعمه بديله نسبه كريمه عشان يبقى بواف بالشكل ده كده. وانا كده عندي بيبر صوص جاهز. ده طبعا ممكن اعمل منه ستيك كوافر، ممكن اعمل منه عندي فراخ، ممكن لو عايز اشتغل عليها برضو بيبر صوص، ممكن ادخلها لوحدها تبقى ديبنج صوص لوحده، بتبقى عندي بالشكل ده كده. وهو كده جاهز على التقديم. لو انا جاي اشتغل فيه لحمه بتبقى عندي جاهزه جريل، باجي احطها فيه على طول، يا اما بحط حته لحمه عندي واحط عليها الصوص بيبقى بالشكل ده كده. وده الطبق الثالث من الديميجلاس اللي هو البيبر صوص. دلوقتي احنا معانا الابليكيشن الرابع او الايتم الرابع، هنعمل مشروم صوص. المشروم صوص فيه منه نوعين، فيه الوايت وفيه الدارك. احنا عندنا هنا العلبه، احنا هناخد هنا بالنسبه للتر بياخد 150 جرام. 150 جرام احنا واخدين بس نص لتر، عندنا النص لتر هنا جاهز. ده المشروم بحطه هنا بالشكل ده كده. هنا فيه برضو المشروم دراي مشروم، ده جاهز. ابتدي نعلي النار، وهو ده بيربط نفسه، مش محتاج ان انت تشتغل ولا تربطه. هيبقى عندنا هنا ده بالشكل ده كده. ايه الفرق ان انا هاجي اشتغل الديميجلاس هنا مع المشروم؟ ان انا اخليه دارك عشان يشتغل عندي مع اللحوم الحمراء زي الستيك زي وراك فراخ. هنا كده ده خلاص جاهز. بعد ما بيستوي اعمله ازاي دارك؟ يبقى عندي النص والنص، نسبة واحد لواحد. بمعنى انا عندي كده هنا الصوص جاهز اهوت، علشان اخليه دارك باجي اخد نص الديميجلاس بالشكل ده كده. هو ده كده جاهز بالشكل ده اهوت، قوام وكل حاجة، وفيه المشروم برضو بتاعه. باجي هدي هنا النار عليه واجي اخليه دارك بالشكل ده كده. باجي اخد نص الكمية، يعني لو عامل نص لتر باخد نص لتر، بحيث ان انا اخليه دارك ويمشي عندي مع اللحوم الحمراء. طبعا زي ما احنا شايفين كده اللون اتغير. بعلي النار عشان اعمل عملية المزيج ما بين الديميجلاس والمشروم صوص. وده كده عندي جاهز، مش محتاج ان انا احط كريمة، مش محتاج ان انا احط زبدة، مش محتاج ان انا اعمل اي حاجة غير ان انا عملت الديميجلاس والمشروم صوص كنور وعملت لهم ميكس مع بعض. وده عندي كده الصوص جاهز. طبعا زي ما احنا شايفين القوام بقدر اشتغل بيه كويس، زي ما احنا شايفين طبعا المشروم هو ده مشروم صوص بتاعنا بالشكل ده كده. طبعا زي ما احنا شايفين القوام بقدر اتحكم فيه لانه سميك، ولو عايزه اتقل من كده طبعا زي ما احنا عارفين هنستخدم الرو. وده الابليكيشن الرابع بالنسبة للديميجلاس. الابليكيشن الخامس هو عبارة عن ماستر صوص. وعندنا هنا طبعا هناخد زبدة خفيف، ويفضل